10 فنانات أعلن طلاقهن في العام 2016. كان عام 2016 حافلا بالعديد من الأحداث المهمة التي شهدتها الساحة الفنية، لكن هذا العام لم يكن سعيدا على بعض الفنانات اللواتي خرجنا منه بلقب مطلقات. من هن الفنانات المطلقات لعام 2016؟ البداية كانت من الفنانة إيناس النجار التي انفصلت عن زوجها بعد شهر واحد من عقد قرانهما. الفنانة دولي شاهين انفصلت كذلك قبل أيام عن زوجها باخص علوان للمرة الثالثة. الفنانة أسيل عمران انفصلت هذا العام عن زوجها خالد الشاعر للمرة الثانية. الفنانة الشابة علياء عساف أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انفصلت عن زوجها بعد 8 أشهر فقط من زواجهما. الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي شغلت الرأي العام العالمي على مدى الأشهر القليلة الماضية بقصة طلاقها عن زوجها الفنان براد بيت. الفنانة السورية غادة بشور انفصلت عن زوجها أيمن اللحام بعد 3 أشهر من الزواج. الفنانة أمبر هيرد انفصلت عن زوجها جوني ديب وانضمت لقائمة المطلقات لعام 2016. الفنانة كندا علوش انضمت لهذه القائمة أيضا بعد انفصالها عن زوجها فارس الذهبي، لكنها تركت القائمة في نهاية العام بعدما أعلنت عن عقد قرانها على الفنان عمرو يوسف. الفنانة جيهان قمري انضمت للقائمة بعد طلاقها من الدكتور باسم السواح بعد فترة زواج استمرت 8 أشهر فقط. الفنانة مروة عبد المنعم انفصلت عن زوجها المخرج حسام الشاذلي بعد زواج استمر 15 عاماً.